ومن مات فإليه منقلبة. الحمد لله رب العالمين. يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نكر بأنه لا واحد إلا الله، ولا عظيم إلا الله، ولا كبير إلا الله، ولا باكي إلا الله، ولا شافي إلا الله، ولا غني إلا الله، ولا باكي إلا الله. شهادة نسأل المولى سبحانه وتعالى عندما ينطبق علينا قول المولى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل المولى عندما يجيئنا هازم اللذات ومفرق الجماعات ومفرق الحبيب عن حبيبه ومفرق الخليل عن خليله ومفرق الصديق عن صديقه ومفرق الأم عن أبنائها ومفرق الأب عن أبنائه، نسأل المولى عندما يجيئنا ملك الموت أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، ندخل بها قبورنا ونقف بها أمام ربنا ويشفع لنا بها طبيب القلوب سيدنا محمد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا طه، السلام عليك يا ياسين، السلام عليك أيها المدثر، السلام عليك أيها المزمل. إذا مشيت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فلا ذنب يصح ولا صلاة لمن أنكر الصلاة على محمد. وفي القبر ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك فقل لهما محمد. محمد خير من زاد في الكون طلعته، وأيد الله في القرآن دعواه، فكان بالحلم والآداب متصفا، إن الإله على الآداب رباه. يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد جئتك بالتوحيد يصحبه، حب النبي وهذا القدر يكفيني. وما أجمل هذه الأيام الطيبة المباركة، إن لربكم في أيام ظهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم نفحة فلا تشكو بعدها أبدا. نحن نستقبل غدا أو بعد غدا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الشمس تظهر بالنهار وتغيب بالليل، والقمر يظهر بالليل ويغيب بالنهار، ونور حبيبك محمد ليلا ونهارا. نحن في هذه الليلة الطيبة المباركة نقرأ فاتحة الكتاب ترحما على فقيدتنا أم اللواء حاتم، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرحمها. صدق الله العظيم. نستمع بعد لحظات قلائل لا نزكيها على الله، فهو الطيب ابن الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. رحم الله والده ذاع صيته في المشرق والمغرب والدول الإسلامية وغير الإسلامية، وهو نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحميه من عيوب البشر وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وخير ما نبدأ به هذه الليلة الطيبة الطيبة المباركة بالذكرى السنوية لأم الملعون وحاتم، آيات من الذكر الحكيم، كوكب القراء وزعيم القراء وقارئ العالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمود، فليتفضل مشكورا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى هو الذي أرسل
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله سميع عليم. حياك المشيرة العظيمة سيدنا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول
واعلموا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فقاتلوا
التي تبغي حتى تفي إنما
واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله.